السلام عليكم، كيف حالكم جميعاً؟ أتمنى لكم في العافية والصحة والسلامة مع أسرتكم في البيت. اليوم سأدرسكم المادة اللغة العربية للصف الرابع تحت الموضوع بيتي جنتي. سنركز في هذا اليوم في مهارة القراءة. هيا بنا. السؤال: ماذا تقول لصديقك عندما يزور بيتك؟ سنتعلم إجابتها في هذا الدرس. هيا نقرأ معي. أهلاً وسهلاً إلى بيتي، تفضلي بالدخول. أهلاً وسهلاً إلى بيتي، تفضلي بالدخول. ما أجمل بيتك؟ بيتك واسع. ما أجمل بيتك؟ بيتك واسع. هذا من فضل ربي، تفضلي إلى صالة الضيوف. هذا من فضل ربي، تفضلي إلى صالة الضيوف. صالة الضيوف نظيفة. صالة الضيوف نظيفة. شكرا، النظافة من الإيمان. شكرا، النظافة من الإيمان. الحمام في بيتي نظيف. أنظف الحمام كل يوم. أحسنت، النظافة من الإيمان. ما أجمل بيتك؟ بيتك واسع وجميل. شكرا، هذا من فضل ربي.
الآن هيا نحفظ. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. أكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا على حسن مشاهدتكم وقراءتكم معي. إلى اللقاء. مع السلامة.